معقول شو مهذب رفيال مهذب مهذب الو نيانز بحب حاله ثقيل يا طيب بحب حاله ثقيل بنبسط مع حاله انه سعيد حلوين سمعت فيبراتو طبعا اقول انه قال لك كلمه فاضيه اطلع بوس احبوس حالك بالحمام اطلع كو تيك شاور هون الراسية غلط الراسية برا يوسف لحظة حبلش بعلي علي برافو بهنيك انك غنيت لبناني احلى ما بتغني سعودي وخليجي والله العظيم يعني انا بتفاجئ وارتياحك على المسرح وهضامتك انت كثير مهضوم برافو عليك عن جد علي حبيبي تسلم اوكي عندك غلطه باللفظ اول شو اول كلمه بتقولها شو هي بس بترحلك قول شو كيف بتعمل بترحلك مشوار ايه بترحلك انت عم بترحلك مشوار هي مشوار بترحلك ليه بترحلك السداء وراح كل شيء خي روعه خلص 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 ما بقى في لا بدك بعد شوف حالك شوف حالك بعد في سولو شو في شو في سولو يا جدع طيب علي برافو عن جد جرأة منك تغني لبناني كمان مثل ما قلت مثل هيدي وبليز غني لبناني ما تغني بقى شرفني والله لا حبيبي لا نحن قلنا الشرف انه بتغني لبناني حلو نحن اذا بغني سعودي بنفشل انا اذا بغني حبيبي رافائيل للاسف للاسف غنيت حلو بس كان جعبلي يعني كان جعبلي اسمك اياها لانك جلي بس انت رأتني وغنيت حلو في كم شغله انت ما كنت راضي عنهم بس انا ما بتطلع بقى بالتفاصيل الصغيره انا عارف الحاله اللي عم تمرقوا فيها بعدكم وما عم تتغلبوا على هذا عم بتضلك عتلين هام بس مبين انه عم تجرب وحاطط قصص من عندك وغنيه صعبه منها هينه تفكرها هينه انا 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 تفصيل قلت لك الرسي مره ايه اوكي برا. في قصة انا عم نحكي انا عارف انه جمله منها هينه صعبه يعني كمغنى وقرابة بعضهم كثير وبس غنيت حلو إذا زمطت منك ما يعني ما حمرق لك هون بس ما كنت جلي لأول مرة هذا أحلى شيء فيك إنه ما كنت سائل على المسرح ليك كنت أقول لك هضامي حلو 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 إنسان عنده روح حلو على المسرح بس ما تتخطى يصير في سؤالي يعني سؤال هيك بهال ثلاث جماع اللي شفتني وصلت لحد السؤال اللي بتحكي عنه مرقتهم بس برافو هالمرة رجلجت برافو عليك لا جد هلا بلا سؤالي أنا مش عم بتسأل إنه هلا رجلجت صرت أحسن بكتير وهيك كمل فيك وعندك فيك يكون مهضوم فيك يكون مهضوم مش سائل فمش قصدي انه عالم ما بتتلاقيك مزبوط يعني بتتلاقيك
انا اذا شوي بزيدها بتلاقوك غلط يعني، اذا شوي بزيدها احدا وعم ما اساله هيدا كثير مهم يعني تحترم الراي العام اللي عم يحضرك، وهيدي اصعب شيء يعني.